لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا ايش حيكون حالنا؟ والله لكنا في خير ونعمة، ما كنا بدي الحالة. ايش في رأيك يقول لو جاء وشاف حالنا اليوم؟ حيبكي بدل دموع دم، انه نحن بنبكي دم. الله المستعان. الحمد لله على كل حال. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ نوف سؤال صعب. لو اتمنى مش لابس النبي، يعني واحد اتمنى في حلمه، بس لو الواقع لو علي انا ياخذ مشته ويشيل انا من الدنيا هذه، لو على حسابي. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، ماذا تقول له في دقيقة؟ يعني إيش تقول له في دقيقة؟ إذا قدر لك أن تراه أمامك. إذا قدر لي أن أراه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان مش عارف أعمل إيه صراحة. ده في منزلة مش هقدر أعتمدك على شوية. الحمد لله ربنا يكرمني إن أنا بس أزور القبر بس. حاجة واحدة بس، أمنية حياتي في الدنيا كلها إن شاء الله.